هنستكمل النهارده طبعا اسئله الشفوي مع زميلكم باسل، وطبعا هنتكلم على الاندوكراين. بص يا باسل، بالنسبه للاندوكراين بص هبتدي لك الاول باسئله تجميعيه. من الاسئله دي هندخل على كل هرمون لوحده. ايه هما الانابوليك هرمونز اللي انت تعرفها؟ عندنا اول حاجه جلوس هرمون، عندنا نورمال ليفل اوف ثايرويد هرمون، تمام، وكمان عندنا الانسولين انابوليك. تمام، نقف بقى سنه زي فكره الشفوي بالظبط. طيب بالنسبه للكروس هرمون بيعمل انابوليزم ازاي؟ الانابوليزم الميتابوليزم بتاع الكروس هرمون، اول حاجه هنتكلم عن السيلولر ليفل، هيزود امينو اسيد ابتيك، هيزود البروتين سينثيس، هيزود الكاتابوليزم، هيزود الدي ان ايه والار ان ايه فورميشن، هيزود السيل سايز والفانكشن بتاعت السيلز والاورجان. ندخل على المسل نفس الكلام هنقوله، بس هنزود حاجتين، اللي هو بيزود اللين بالك بتاع المسل وبيقلل الجزء ابتيك. ندخل على البون او سكيلتال ايلمنت نفس الكلام هنقوله، بس هنزود ثلاث حاجات، هنزود الكالسيوم ديبوزيشن، هنزود كولاجين سينثيس، وكمان هنزود البروتين سلفيت. تمام، طيب بيعمل ايه على البول؟ بيعمل اخر حاجه انا قلتها زائد اللي هم الكالسيوم ديبوزيشن هنزوده، هيزود البروتين سلفيت، وهيزود الكالسيوم ديبوزيشن والبروتين سلفيت والكولاجين سينثيس. تمام، عن طريق حاجه اسمها ايه؟ عن طريق سوماتيك جينز اللي هي سيكش فاكتور او انترنال جروث فاكتور. تمام، ايه الفرق بين سوماتوميدين وسوماتوستاتين؟ سوماتوميدين دي بتساعد الجروث هرمون ان هي تعمل الفانكشن بتاعته، يعني سوماتوستاتين دي الجروث هرمون البيتنج هرمون اللي هو الفيرست من الهايبوثالاموس بيروح الانتيريور بتتر عشان ينظم افراز، بيقلل افراز الجروث هرمون. طيب ممكن يطلع من حته ثانيه السوماتوستاتين؟ السوماتوستاتين ممكن يطلع بقى الليفر من الدي سيلز اوف البنكرياس، اللي هي الدلتا سيلز اوف ذا بنكرياس، وليها اهميه في الجي اي تي. بس لما نيجي مع شفوي جي اي تي هنساله. طيب سؤال مهم، السوماتوميدينز بيساعد على الجراس، هل في هرمون تاني برضه بيشغل السوماتوميدينز غير الجراس هرمون؟ بيشغل السوماتوميدينز غير الجراس هرمون؟ لا، اللي هي الثيرويد، الثيرويد هرمون في اول اربع سنين من حياتنا. طيب في سؤال مهم، الجراس هرمون لو قل يعمل مرض اسمه ايه؟ تمام، عندنا حاجتين، يا اما دورفيزم يا اما انفانتيليزم. تمام، الدورفيزم دي الجزء بس اللي فيها، اما انفانتيليزم بعد هايبرمونيزم. اسباب الدورفيزم اما نقص الجزء هرمون ميزنج هرمون او الجزء هرمون نفسه او انسولايك جروس فاكتور او سفشن فاكتور او سميك ديز، او رابع حاجه مفيش ريسبت بتاع الجزء هرمون، وبالعادي نسميها لون دورفيزم. تمام، اللي هي بنسميها الريزيستنت ديزيز او الريزيستنت سندروم. تمام، طب لو الجروس هرمون زاد قبل اليونيون اوف ايبيفيسيس وبعده، ايه اسمه ايه المرض؟ قبل اسمها جينتيليزم. تمام، بعد ادلت او بعد اليونيون يبقى اسمها اكروميجالي. تمام، بالنسبه للاكروميجالي هل عنده جاينيكوماستيا؟ اكروميجالي عنده جاينيكوماستيا. طيب يعني ايه جاينيكوماستيا؟ جاينيكوماستيا ده اب نورمال جروث اوف ذا بريست اوف ذا مين. تمام، طب ايه سبب الجاينيكوماستيا اللي عنده؟ سبب الجاينيكوماستيا ان لما زاد الجروث هرمون عمل انهبيشن جونا جونات هرمون. تمام، ضغط عليها، ضغط عليها، ضغط عليها في القلب. طيب مع الجاينيكوماستيا باسم ممكن الاقي حاجه ثانيه؟ لو انا كشفت على صدر العيان ده الميني، لو ضغطت عليه ممكن يحصل جلاكتوريا. صح، الجلاكتوريا تبان في مرض ايه غير الاكروميجالي؟ الجلاكتوريا في البرولاكتين امينو هي جلاكتوريا سندروم اللي هي زياده البرولاكتين. تمام، وازاي نقدر نعالجها؟ في حاله البرولاكتين هندي له بقى دوبامين اجونيست. تمام، زي برومو وكريبتين. تمام، بالنسبه للاكروميجالي هل ممكن الفيجن بتاعه يتاثر؟ في الاكروميجالي بيحصل بايتنج برانتيميا انيميا بسبب التريبلانت الضخم، فممكن تضغط على الكازما على النزل فبس على ناحيتين. تمام، طب بالنسبه لاسنانه بتبقى قريبه من بعض ولا بعيد؟ لا، هتبقى عنده حاله اسمها بوجناسيزم، اللور جو بتفويض والاسنان بعيدة عن بعض. تمام، طيب بالنسبه لايده بيبقى ليها وصف؟ ايده هتبقى برود وممكن نلاحظ فيها بريفر نيرف ديسوردر. تمام، والايب هاندز، والايب هاندز او الايب لايك بوتشر. طب والسكال؟ السكال هيبقى عنده بولدوج سكال. البولدوج سكال، تمام. طيب لو جينا اتكلمنا على انابوليك هرمون تاني مثلا ثيرويد هرمون، قول لي ازاي بيقدر يعمل انابوليزم؟ الثيرويد هرمون ازاي بيقدر يعمل انابوليزم؟ هنتكلم عن الميتابوليزم بتاع الثيرويد هرمون، هنتكلم على اول حاجه الثيرويد هرمون هيزود الانابوليزم بتاع الخلايا، هيزود الاكسجين
كونسامشن كونسامشن انرجي كونسامشن هيت برودكشن. بعد كده نطلع على الكاربوهيدرات هنزود اول ازمه كاربوهيدرات ميتابوليزم من اول انكريز الابسوربشن وانكريز الانكريز الابتيك وانكريز الجلايكوليزيس. كمان هنزود الاكسبريشن بتاع الانسولين وهنزود الافكت بتاعه. كمان هنزود اللي هيساعد الكاتيكولامين في الافكت بتاعه في الجلايكوجين الجلايكوليزيس. طب في سؤال بقى مهم، كلنا عارفين الثايرويد هرمون قلنا انه بيساعد السوماتوجينز، لو انا جيت سالتك بيعمل على الجراس ايه؟ هل هو ليه علاقه بالبون جراس فقط؟ جراس الثايرويد هرمون ليه دعوه بالجراس فيزيكال ومينتال سيكشوال جراس عند الانفنت وديفلوبمنت عند الادلت. طيب نقف سنه سنه، فيزيكال انت قلتها، طب بالنسبه للمنتال بيعمل مينتال جراس ازاي؟ المينتال عن طريق اول حاجه فورميشن اوف سينابس عن طريق المايلينيشن كمان عن طريق ديفلوبمنت بتاع السينابس. طب انت كدكتور كاكزامينيشن لما هو بيزود المايلينيشن ايه تفيدك في ايه؟ وغير كده اللي هو الهايبر ريفلكسيا. هايبر ريفلكسيا تمام بتبان معانا. طيب بالنسبه احنا كده قلنا على الجزء ده، طب ليه علاقه بالسكشوال جروس؟ ده مسؤول عن الجروس اوف جونادز، ده مسؤول عن الفيرتيليتي والمنسويشن، وكمان مسؤول بيساعد الميلك فورميشن. تمام. طب لو اتكلمنا على الثايرويد هرمون بصفه عامه، على الكربوهيدرات ميتابوليزم، هل بيعمل جلايكوجيناليسيس ولا بيعمل يعني جلايكوجينيسيس ولا الاثنين؟ بيعمل الاثنين. بيعمل الاثنين، كده كلام جميل. طب لو اتكلمنا على تاثيره على الفات ميتابوليزم، بيعمل ايه؟ الفات بيعمل لايبوليسيس وكيتوليسيس، ده بيقلل الكوليسترول ليفل ان ذا بلاد عن طريق بيزود ان دي ال ريسبتور او بيزود سكريشن بتاعه في البايل. تمام. طب وعن طريق السكين ايه الاكشن بتاعه؟ السكين الاكشن بتاعه بيحول البيتا كاروتين الى فيتامين اي. تمام. ولو الثايرويد قل بيحصل ايه في السكين؟ يبقى ايه السكين؟ هيبقى لونه اصفر. تمام. وبيبقى الضوافر قويه ولا اخبارها ايه؟ ضعيفه. ضعيفه بريتل ميلز كده كلام جميل. طيب بالنسبه للثايرويد هرمون انت قلت لي بيعمل ايه على السي في اس؟ على السي في اس هيزود الكارديك اوتبوت، هيزود الهارت ريت، هيزودهم ازاي؟ صح. عن طريق هنشتغل عندنا هنشتغل اس اي نود دايركت فيرن ايزيكل، او هنزود بادي تمبرتشر بالفعل هيزود اس اي نود، او ممكن بتشيت افكت اوف كاتيكولامين فبرضه بيعمل بتشيت اس اي نود. كلامك صح. بتشيت افكت اوف كاتيكولامين كان ليها وصف في الكتاب جميل قوي. اللي هي بيرميسيف بيرميسيف افكت. طيب البيرميسيف اكشن قلناها في هرمون تاني. البيرميسيف اكشن قلناها في هرمون تاني. ممكن هي الثايرويد هرمون بيساعد شغل الكاتيكولامين، وفي حاله مثلا لو قلت شغل الثايرويد الكاتيكولامين بيأثر. كلامك صح. وفي هرمون تاني بيعمل بيرميسيف افكت الكورتيزول. الكورتيزول بيعمل بيرميسيف افكت للكاتيكولامين على الليبوليسيس وعلى البلاد فيسلز والفاسكولار ري اكتيفيتي. تمام. طيب بيعمل ايه في الدايستوليك بلاد بريشر الثايرويد هرمون؟ بيقلل توتال بريشر ريزيستنت، بيقلل الدايستوليك بلاد بريشر، وبالتالي هيزيد البلاد بريشر. طب هو الدايستوليك بيقل ازاي؟ هيقل التوتال بريشر ريزيستنت. ازاي؟ ان هو بيعمل حاجه بيزود الميتابولايتس ودي بتعمل فاسوليتيشن. صح قلت كلامك صح. البلس بريشر هيزيد. ده هيجرنا لسؤال مهم يا باسم، تعرف حاجه اسمها سليبنج بلس؟ سليبنج بلس ده البلس بتاع البلس اسمه ان هو تبقى 70 بيت بير سكند. تمام. طيب بالنسبه للثايرويد هرمون بيعمل ايه على الريسبيراتوري موفمنت؟ على الريسبيراتوري موفمنت الريسبيراتوري هيزيد الديبس والوايدز اوف الريسبيريشن. تمام. وبيعمل ايه على البلاد سيلز؟ على البلاد سيلز البلاد سيلز هيزود البلاد فلو وهيزود الريسبيريشن. تمام. يزود الريسبيريشن والريسبيريتين كده كلام جميل. طب لو الثايرويد هرمون قل بالنسبه للانفنت بيسمي المرض ايه؟ كريتينيزم. تمام. ايه ملامحه؟ هيبقى بافنس اوف ذا هايبر اوت اوت بافنس اوف ذا ابر اجيت سوبر ترافيكال داتا فات وايد نيزل بريدج كمان اريست سكيلتال فيسرابولوز بس سكيلتال اكتر من فيسرابولوز وبالتالي ممكن نحس عنده بترود التانك وابدومين هقول لك سن بس رائع هي فعلا سكيلتال كلامك صح اكتر. طيب بنسمي الموضوع ده باسم ان تلاقي الاطراف كلها مش متناسقه مع بعض مش طول واحد سموها بس بروبورشن من جروس او ديس بروبورشن دوارفيز عكس الدوارفيز اللي هو الثاني ويبقى سؤال مشهور جدا قارن بين الثلاثه بيتيوتري دوارفيز وانفانتيليزم وكريتينيزم. تمام كلام جميل. طيب لو جينا اتكلمنا لو قل في الادلت المرض اسمه ايه؟ ميكس ديما. ليه سموه ميكس ديما؟ ميكس ديما عشان اول حاجه اول الميكس بتاعته اول حاجه الميتابوليزم هيقل
بادي اكسبنشن هتقل اندورنس تو كول يوزر الويت بتاعته هيزيد وكمان هيبقى عندنا هايبوجلايسيميا هيبقى عنده الكوليسترول العالي ممكن يقلل بشكل اقل اللي هو الاسكليروز. بس انا سؤالي كلامك صح يا باسم بس ميكس ديما معناها ايه؟ ميكس ديما ممكن نتعود نون بيتنج ديما صح كومبريشن اوف نون بيتنج ديما اللي هي هيلورونيك اسيد تمام دي مش ما تعتبرش اوبيزي. طب سؤال مهم فيسيولوجيكال التي 3 والتي 4 بيعمل ايه في البروتينز؟ فيسيولوجيكال في البروتينز في البروتينز هيزود الامينو اسيد نورمال هيزود انابوليك لو كتير قوي هيبقى انا كاتابوليك يبقى بالظبط عشان كده هو ما بتتكسرش فبتتجمع. وانت قلت النون بيتنج ايديما اسالك سؤال الايديما دي ترو ايديما ولا فولس ايديما؟ فولس نون بيتنج تمام فولس السبب ان هو انا بدوس على كبروتين مش ميه بتتحرك فكلامك صح جدا. طيب تقدر تشخص مريض الميكسيديما بالتليفون من غير ما تشوفه؟ عن طريق الهورزنس اوف فويس تمام وايه تاني؟ وسلو بنص فويس لا هي هاسكي فويس او هورزنس بس لا في حاجه ثانيه العين يقولها لك تقول خلاص ده ميكسيديما ميكسيديما دراوزي بينام كتير تمام وبور منتيشن وان هو ما بيركزش كتير في كل حاجه صح. نيجي بقى النقطه ايه هو الاكس اوف سالوس؟ الاكس اوف سالوس دي بتروجن اوف اي بول دي نتيجه الجريفز ديزيز. الجريفز ديزيز دي ايه؟ في عندنا ابنورمال لونج اكتنج ثايرويد سوميتنج هرمون دي عامله زي تي اس اتش بس ما بتستجيبش النيجاتيف فيدباك للثايرويد تمام. فبالتالي عندنا بتزود الثايرويد كتير قوي ما فيش نيجاتيف فيدباك بتاثر عليها. فايه اللي حصل؟ اللاتس دي او لونج اكتنج ثايرويد سوميتنج هرمون بتكسر الريترو اوربيتال فات والسيروكلام مسل فبالتالي بتعمل بتروجن اوف سالوس. ممكن يحصل ايه؟ ممكن يحصل ارثر او ممكن بوينر جاردنس عندي الارثر او ممكن ستريتش اوبتيك نيرف ممكن يعمل بلايندنس تمام. طيب لو انا عايز اعالج مريض الهايبر ثايرويديزم يا ترى اعالجه بانهي ادويه؟ ممكن اعالج اول حاجه بسب توتال ثايرويدكتومي او ممكن ثايروسيل او ممكن ريديو اكتف ايونين تمام. واقول ان انا ابتدي ان اوقف كل الستبس للثايرويد سنسز سواء الايودايد الاوكسيديشن اوف ايودايد للايودي ايودين لايودايد او ترابينج او كده. طب عايز اسال سؤال تعرف حاجه اسمها الايودايد بامب؟ الايودايد بامب تمام دي موجوده في الفوليكولار سيل موجوده في الثايرويد فلتر دي بتنقل الايودايد من خلال جوه الفوليكل تمام اجينست كونسنتريشن تمام وبعد كده بيحصل الايودايد اوكسيديشن بنكمل باقي المراحل الثايرويد سيلز كده كلام جميل. طيب لو جينا لتاني انا بقول تالت انابوليك هرمونز انت قلت لي انسولين تمام الانسولين بيعمل انابوليزم ازاي؟ انابوليزم ازاي؟ هنتكلم على تلات مراحل اللي هو الكربوهيدرات والليبيد والبروتين. هنتكلم على الفات والليبيد مع البروتين مع بعض الاول هيقلل نسبه الفري فاتي اسيد الفري امينو اسيد عن طريق ان هو يزود الابديك بتاعه من جوه سواء المصل او الليبيد تيشن او الفات هيزود هنا هيعمل ممكن يعمل انابوليك للبروتين انابوليزم للبروتين هنا ممكن يعمل لايبوليسيس ويقلل اللايبوليسيس هيزود اللايبوجينيس ويقلل اللايبوليسيس تمام. طب في سؤال مهم الجروث هرمون لما بيطلع بيعمل هايبر جلايسيميا بيطلع الانسولين كستيمولار الانسولين هنا بيطلع هل بيدخل الجلوكوز جوه السنس؟ لا الجروث هرمون بيعمل حاجه بيعمل انتي انسولين افكت تمام. امال ايه فايده الانسولين في الحاله دي؟ بيزود الجلوكوز كمان بيزود الجلوكوز بيساعد على الجرس بيساعد الجرس فبالتالي عمل طاقه تمام كده كلام بدليل ان الدايابيتيك ماذرز بيبقى البيبيز بتوعها بتولدوا عندهم مشكله في الجرس كده. طيب في سؤال بقى مهم جدا كده احنا قلنا الثلاثه دول الاساسيين في الانابوليك مين هم الكاتابوليك هرمونز؟ كاتابوليك هرمون هاي ليفل اوف ثايرويد هرمون كورتيزول تمام كده دي الباراثايرويد هرمونز. طيب الباراثايرويد هرمونز بتشتغل ازاي ككاتابوليزم؟ الباراثايرويد هرمون باراثايرويد ولا كورتيزول؟ الباراثايرويد الباراثايرويد هيعمل هايبر كاليميا ممكن هيشتغل على ثلاث حاجات يا اما الكدني يا اما البون يا كدني يا جي اي تي تمام بيعمل ايه على البون؟ هيعمل ايه على البون؟ عندنا الميديت والميديت وبعد كده لونج افكت الميديت افكت هيزود الكالسيا اوستيوسايت اوستيوبلاست كالسيوم بامب اكتيفيتي فبالتالي هيعمل شيفت من الكالسيوم من البون للاكسترا سيلف فبالتالي هيزود نسبه الكالسيوم او الناحيه الثانيه او لونج افكت عن طريق يزود اوستيوكلاست
النمبر والديت بتاعتها، فبالتالي هيعمل يزود ري ابزوربشن اوف كالسيوم ويزود نسبه الكالسيوم. تمام. دايما بيقولوا ان الباراثايرويد هرمون والفيتامين دي دايما شغالين مع بعض، فاشرح لي ايه دور الاثنين على الانتستين؟ على الانتستين او مش عارف. الباراثايرويد هرمون هنشتغل على الجيني، هو هيشتغل هنزود الالف 1 هيدروكسيليز انزايم. الالف 1 هيدروكسيليز انزايم ده المسؤول عن الاكتيفيشن بتاع الفيتامين. تمام. عن طريقه الالف 1 هيدروكسيليز انزايم ده او الفيتامين دي هيعمل حاجه اسمها كالسيوم بايندنج بروتين او فيتامين دي، من طريقه هيزود الكالسيوم ابزوربشن في الجسم. تمام. وبالفاسيلتيت الديفيوجن طبعا من السيل البلازما كده، كلام جميل. طيب الباراثايرويد هرمون كلنا عارفين انه ليه علاقه بالكالسيوم، هو النورمال كالسيوم ليفل كام؟ 9 ل 11 مللي جرام للسيل. طب لو قل الباراثايرويد فانكشن بيعمل مرض اسمه تيتانيك. تمام. ايه اسباب التيتانيك بصفه عامه؟ اسباب التيتانيك بصفه عامه اول سبب لينا ان هو هايبوباراثايرويد اللي هي سبب انه توتيون او تيوبر تي بي. تمام. السبب الثاني ان مثلا في بريجنت وومن او جروينج تشيلدرن محتاج كالسيوم كتير بيكريت كالسيوم دي. تالت حاجه عندنا ان هو في الكالوزيس او الكاليتي في الاستومك، فبالتالي هنقلل السوليبيتي بتاعت الكالسيوم. رابع حاجه ممكن يحصل الكالوزيس في البلد نفسه بيقل ارجنز الكالسيوم. خامس حاجه ممكن يبقى كرونيك كيرن فيلير ممكن تقلل الكالسيوم. تمام. انواع التيتاني ايه هي؟ عندنا مانيفست تيتاني وليتنج. طيب انت قول على دي مانيفست، لو الكالسيوم اقل عن كام او كام؟ اقل من 7. تمام. والليتنت 7 ل 9. تمام. ازاي اشخص المانيفست والليتنت تيتاني التستات؟ عندنا تراوزير تيست، وعندنا شوابيكس تيست. دول بتوع الليتنت الليتنت تيتاني. والمانيفست بنعمل وضع كاربوبيدال سبيس. تمام. كاربوبيدال سبيس. تقدر توصف لي الكاربوبيدال؟ اكستنشن اوف ليست اكستنشن اوف فينجر اند فليكشن فليكشن فيست فليكشن صم اند ستيتشر فيلر. تمام. واللي هي الميتا كاربو فلانجيت جون بيسموها الابوشير هاند او ايد اللي هو اللي بيولد. طيب انت قلت لي حاجه اسمها شوبوستيك ساين او تروزو ساين، ايه هو تروزو ساين؟ تروزو ساين ده عن طريق اعمل سيميونتر وارفع الضغط وعلي ايده هيحصل كومبليشن اوف ميتابلايتس وبالتالي هتزود هيحصل برضه كاربوزيل. تمام. اللي هو كاربال سبيس او ستريس. طب والشيبوستيك؟ الشيبوستيك عن طريق اعمل ديشن نيرف على او نيكو سمنو، فبالتالي هيحصل كونتراكشن في المصل وتظهر بعد الكونتراكشن. تمام. طب لو الباراثايرويد فانكشن هايبر باراثايرويديزم ايه اللي ممكن يبان؟ ايه اللي ممكن يبان؟ اول حاجه في الفلت على البون هيحصل على حاجه اسمها اوستوسايتس فيبروزا سيستيكا. تمام. على الكيدني ممكن يحصل لنا كيدني ستون. تمام. وممكن يحصل لنا ديبتيك ارثر زي ممكن يبعت الاريزمي او الاريزمي بتاع الهارت ممكن يسبب اريزمي كمان ممكن يقلل النيورو مصر والتدريب. تمام. كده كلام جميل. طيب بالنسبه للفيتامين دي كلنا عارفين ان الفيتامين دي لو قل بيعمل ريكتس، بس في حاجه اسمها فيتامين دي ريزيستنت سندروم. فيتامين دي ريزيستنت سندروم دي اصل فيتامين دي هي انفيرس ريليشن بين الباراثايرويد. تمام. فلو باراثايرويد لو عندك فيتامين دي زاد يقلل الباراثايرويد. تمام. ايه هي السودو هايبو باراثايرويديزم؟ هايبو باراثايرويدزم دي مثلا دي معناها ان لو الباراثايرويد هرمون كان طبيعي، بس المشكله في الريسبتور، يعني انا عندي باراثايرويد بس ما عنديش الريسبتور بيسموها الماكيون البرايت سندروم. طب نيجي للكورتيزول، انت قلت لي ان هو كاتابوليك برضه يا باسم. كاتابوليك ازاي؟ كاتابوليك برضه هنتكلم عن حاجه عن الميتابوليزم. او كان هو احيانا بيتولد بصفه البروتين، هيعمل اكسترا هيباتيك ميتابوليزم من كل البروتين اللي في مصر ما عدا الليفر. تمام. في كله هيقلل الامينو اسيد اكتيك وهيزود، بالتالي هيزود نسبه الامينو اسيد الليفر هياخدها، هيعمل جلوكونيوجينيسيس او يعمل بلازما بروتين. تمام. كده كلام جميل. طيب الكورتيزول لو زاد اللي هو مرض الكوشن ممكن يعمل ايه؟ اوسيوماليشيا ولا يعمل اوستيوبوروزس؟ تمام. ايه الفرق ما بين الكلمتين؟ الاوستيوبوروزس دي اللي هي وهن العظام. تمام. هي في اعراض الكورتيزول اللي بيحصل هيقلل الكالسيوم ريابزوربشن، هيقلل الكولاجين سينثيسيس. كلامك صح، بس انا قصدي نقطه مهمه يا باسم بنقطع كلامك. البروسس معناها ان البون ماتريكس باظ خلاص، الماليشيا معناها ضعف، في بون ماتريكس بس ضعف. تمام. طب في سؤال مهم، في الكوشنج دايما كانوا بيقولوا انها بافالو هامب، ليه بافالو هامب؟
بافلو هم عشان في الكوتشنج هيعمل هيعمل ميتابوليزم كل بروتين، فبالتالي هيعمل سين سبيندل ارم اند ليجز، فبالتالي هتبقى بافلو هم تمام، وبيوزع عليه ديستريبيوشن الفات في الابنورمال سايز. تمام، بالنسبه للكورتيزول دايما بيقولوا عليه كاكشن نقطه مهمه جدا ان هو انتي الرجيك، اللي هو الفارماكولوجيكال اكشن. ازاي انتي الرجيك؟ اول حاجه اعمل ستابلايزيشن للسوزوما الممبرين، بعد كده هيقلل البوزيتيف ريبيتيشن بروبابيلتي، وبالتالي هيمنع هيقلل الهيستامين صح؟ هيقلل التيجن التي سيل والانتي بودز، هيقلل الانفلاميشن، هيقلل البروستاجلاند والليكوترينز، هيقلل الميجريشن اوف وايت بلاد سيلز. تمام، ده اللي هو الانتي انفلاماتوري صح؟ انت قلت لي صح. طب وانتي انرجيك؟ الانتي انرجيك الكورتيزول مش هيمنع الانجين انتي بودي ريأكشن، بس هيمنع الريليز اوف هيستامين، هيعمل ستابلايزيشن للمسل سيل والنيتروفيلز او اي حاجه بتعمل ريليز هيستامين وبتعمل ستابلايزيشن. تمام، الكورتيزول لو قال مرض اسمه اديسون ديزيز، طيب هو الاديسون لو انا جيت قلت لك في كلمه واحده عايز حاجه تشخص الاديسون؟ اديسون كرايسيس. هو كرايسيس صح لو في ستريس، كلامك صح، بس انا قصدي حاجه تشخصها من غير كرايسيس. يعني انا الكورتيزول قل عندي دلوقتي وعندي الاديسون، انا قصدي الهايبر بيجمنتيشن بتاع السكين انه هيزيد الاي سي تي اتش. طب هو ليه الهايبر بيجمنتيشن بتحصل؟ الهايبر بيجمنتيشن بتحصل عشان الاي سي تي اتش ليه ام اس اتش لايك اكشن. تمام، الام اس اتش ده اللي هو ميلان سايد ستوريتنج هرمون اللي هو مساعد البيجمنتيشن. تمام، والهايبر بيجمنتيشن تبان فين بالظبط؟ في العيان ده في السكين اللي هي السن اكسبوز ايرز الالبوم والنيل وممكن اندر ذا بريس والنيبل بيريال والكلام ده. طيب ايه الاديسونيان كرايسيس؟ الاديسونيان كرايسيس دي لو المريض بتاع الاديسون سندروم ده تعرض لاي ستريس سواء تروما اوبريشن اي نوع من الستريس هيحصل له هايبو تنشن وهايبو جلايسيميا وهايبر كالميا، فبالتالي ممكن يحصل شوك كولابس ويحصل يؤدي للاس. بمناسبه الهايبر كالميا بتعمل ايه على المصري؟ الهايبر كالميا الهايبر كليما بتعمل مصر بويتشز كليما بتعمل مصر أدفل مصر بيكنس. تمام، طيب الالتستيرون طالع من أي زون في الأدرينا كورتكس؟ زون الجلوسة. تمام، وهل ليه علاقة بالجلوكوكورت يعني بالجلوكوز ولا كل طبعا علاقته بالصوديوم؟ ليه علاقة بالجلوكوز طبعا صوديوم عبر الصوديوم. تمام، السؤال بقى هو بيعمل صوديوم ريابسوربشن وبوتاسيوم سيكريشن يا باسم، امتى يتفرز الالدوستيرون؟ امتى يتفرز الالدوستيرون؟ لو الصوديوم سؤالي لو الصوديوم قل ولا زاد؟ هو يعني اكتر حاجه بتعمل سيكريشن الالدوستيرون هو البوتاسيوم. تمام، طيب بالنسبه للصوديوم لو الصوديوم زاد او قل بيطلع الالدوستيرون بصفه عامه؟ هتبقى قل بقى. تمام، عشان يزوده. طيب تمام، قل قد ايه؟ عن النورمال بتاعه المفروض 10% فوليوم. تمام، 10% من النورمال. ده جورنا سؤال مهم، هو النورمال صوديوم كام؟ 135 ملي كوبلت بريد 145. طيب وبالنسبه للبوتاسيوم 3.5 ملي كوبلت بريد. طب وامتى الالدوستيرون يطلع لو البوتاسيوم زاد ولا قل؟ لا لو زاد بقى زاد كام في المية عن النورمال؟ كام في المية؟ هي 1% على النورمال. تمام، ودي مهمه جدا، ده معناه ان هو ده المين ستيمولس ليه بوتاسيوم. ده كلام جميل جدا. طيب الالدوستيرون بيعلي البلاد بريشر ازاي؟ عن طريق هيعمل الصوديوم ريابسوربشن ومعاه هيبقى ووتر ريابسوربشن وبالتالي هيعمل فوليوم. السؤال المهم جدا يا باسل ولازم طبعا تكون عارفه، دلوقتي انا بعمل صوديوم ريابسوربشن وبوتاسيوم سكريشن انا كالدوستيرون، قول لي الميكانيزم اللي بيحصل ازاي؟ الصوديوم ريابسوربشن. تمام، الصوديوم ريابسوربشن عن طريق في عندنا اليونف بوردر في السيل، اليونف بورده في اليونف بورده وبعد كده بيسو لاترال بورده. تمام، عن طريق اليونف بورده بس اكورد البوزيشن ليتر بليد، بعد كده هيجي على البيسو لاترال بورده عن طريق الصوديوم بوتاسيوم بامب بتاعته اللي هي هتدخل 3 صوديوم وتنتهي في 2. ازاي هو يكون الصوديوم بوتاسيوم بامب؟ ده سؤال. هو كلامك صح، انت قلت الاند ريزلت طبعا عن طريق الصوديوم بوتاسيوم بامب. تمام، الاندستيرون هيوصل جوه السيل هيعمل رياكشن مع الانتراسيلولر ريسبتور، هيعمل هرمون ريسبتور كومبلكس، الهرمون ريسبتور كومبلكس ده يدخل جوه الدي ان اي ويعمل اكتيفيشن ام ار ان اي اللي هيطلع بره، اللي يطلع بره ده هيترجم
اما هيحتاج من تشالنج او كارير او روتين او بابا. تمام، هو ده الكلام، ده التفسير بتاعنا. لو زاد الالتوستيرون مرض اسمه ايه؟ لو زاد الالتوستيرون هيبقى البستريزم، وليه نوعين اللي هي كونز سيندروم او نوع تاني لو في اندروجين زاد. اللي هو في برايمري وفي سكند. كان في نوع فيهم في اديما اسكيب فينومينا. هي الاولاني كونز سيندروم. تمام، يعني ايه اديما اسكيب؟ يعني ان الجسم هرب من اديما. انت عندك دلوقتي نوعين من الهايبرالستيزم، اما الاي دي اتش بس زاد، اما الناحيه الثانيه انجيوتنسن 2 والاي دي اتش كمان زاد. تمام، فعمال تحبس في السكند دي، عمال تحبس ميه كتير جدا عكس الاولاني. تمام كده، كلام جميل. طبعا الزونه الريتيكولارس بتطلع سكس هرمونز، هنبقى نستكمل اسئله فيها مع الريبرودكشن، ما فيهاش اي مشكله. وبالنسبه طبعا للبنكرياس والانسولين، كلكم طبعا اكيد عارفينها من البايو، اكيد الاسئله المهمه الفرق بين تايب 1 وبين التايب 2 دايابيتس ميليتس. اهم سؤال انا عايز اساله كفيسيولوجي جمنا، اشرح لي ازاي الانسولين بيعمل له سكريشن الميكانيزم لو الجلوكوز ليفل زاد في البلد. عايز ادخله جوه السلس. لو الجلوكوز ليفل زاد في البلد، عندنا بيت سيل اوف بنكرياس، عندنا في ريسبتور جلوت دي 2. تمام، هيدخل بس الكونسبشن ريت، هيدخل جوه هيعمل لو البي تي بي. تمام، البي تي بي هيعمل هيقلل كبوتاسيوم افلوكس، فبالتالي البوتاسيوم هيزيد، هيعمل ديبولاريزيشن للخليه. هيزيد جوه صح، ديبولاريزيشن صح. هيفتح كالسيوم في الشانل من بره، فهيفتح الكالسيوم، هتعمل رابتشر للفيزكس ويطلع انسولين. تمام، ويبقى في سايكليك ام بي، ولازم طبعا الاستيميولاي بتاعت الانكريز والديكريز تبقى معروفه. اخر سؤال هساله لك يا باسل، واشكرك جدا، الجلوكوز ترانسبورترز اللي موجوده تقدر تقول لي ارقامهم وكل واحد موجود فين؟ تمام، الجلوكوز ترانسبورت عندنا جلوت 1 موجود في البلد الانتيريور، عندنا جلوت 2 موجود في الليبر والانتستين والجبن، وعندنا جلوت 3 موجوده في الليبر تشمل مثلا او سينس، عندنا جلوت 4 موجود في المسلز والانجوستيشن. تمام كده، شكرا لك.